تهدد بها الهيئات الاقتصادية. رئيس جمعية تجار بيروت أولى شماس استغرب كيف أن السلسلة تناقش في المجلس النيابي والهيئات الاقتصادية المعنية بدفع الضرائب مغيبة عن هذا الملف. عم نشوف انه الهيئات الاقتصادية مغيبة عن الاحاديث اللي عم بتصير بالبرلمان. يلي حاضر هنيك هن المستفيدين، بينما الدفيعة يلي نحن الحطاطين منا موجودين. بالوقت ذاته انا بدي اجي اسال الظرف اليوم هل هو مؤاتي؟ الحوكمة الصحيحة بتشوف شو عندنا امكانيات مالية وعلى اساسها بنصرف. اما نحن في لبنان فمنرتب على حالنا نفقات وبعدين بنشوف كيف بدنا نوفر الاموال.